بدورها أكدت سعادة السيدة هالة رمزي عضو مجلس الشورى ورئيسة منتدى النساء البرلمانيات خلال كلمة لها أن إشراك المرأة في كافة الاستراتيجيات والخطط المعدة لمجابهة الأزمات والتحديات العالمية مطلب حيوي ينبغي لكافة البرلمانات السعي الدؤوب لتحفيز المناخات الملائمة لتحقيقه. وفيما يتعلق بالتوازن بين الجنسين، أكدت رمزي أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في مسيرة المساواة بين الجنسين، لأن هناك حاجة ملحة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتقليص الفجوة بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة وتمثيلها وتمكينها على جميع المستويات. إن إشراك المرأة في كافة الاستراتيجيات والخطط المعدة لحماية لمجابهة الأزمات والتحديات العالمية مطلب حيوي ينبغي لكافة البرلمانات السعي الدؤوب لتحفز المناخات الملائمة لتحقيقه والعمل على دفع كافة الأطراف لتبنيه في إطار المنظومة الدولية، خصوصاً مع تلك الأزمات والتحديات التي تؤثر وبصفة متباينة على النوع الجندري، لا سيما تلك المتصلة بالنزاعات المسلحة والتغييرات المناخية وقضية الأمن الغذائي والمائي، والتي تستوجب العمل معها وفق نظرة شمولية وعبر معالجات نوعية تضمن بلوغ الحلول المناسبة للجميع، حيث تعتبر النساء الحلقة الأضعف في حالات الأزمات والصراعات والحروب، إذ يتنامى كم كبير من العنف المتولد من الحروب والنزاعات المسلحة، ويقع القسط الأكبر منها على المرأة، فتأثيراتها متنوعة بين عنف مباشر وغير مباشر. سعياً للوقوف على واحدة من أهم القضايا المرتبطة بالمساواة بين الجنسين والدور القيادي للمرأة في المجتمعات، جاء افتتاح منتدى النساء البرلمانيات المنعقد ضمن اجتماعات الجمعية 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه مملكة البحرين. حضوري صباح اليوم اجتماع المنتدى النساء البرلمانيات كانت أمثل فيه مع الأخ أحمد المسلم رئيس مجلس النواب بصفة رئيس الجمعية العامة، كلفنا ألقى كلمة بالنيابة عنه. اللقاء كان أو الكلمة كانت تعبر عن ما وصلت له المرأة البحرينية من تقدم في مجال العمل السياسي ومجال العمل التنموي وكافة الأصعدة، واستعرضنا معاهم في الحقيقة ما توصلت إليه من نتائج إيجابية فيما يتعلق بتطبيقات الأنظمة الدولية فيما يتعلق بالمساواة الجندرية بين المرأة والرجل. ناقش المنتدى في أولى جلساته أحد مشاريع القرارات المدرجة في جدول أعمال الجمعية الذي يخص الجرائم الإلكترونية والمخاطر الجديدة على الأمن العالمي، حيث يناقش المشاركون مشروع القرار من منظور جندري، وسيصدرون توصيات بشأن التعديلات والتي سيقدمها منتدى النساء البرلمانيات إلى اللجنة الدائمة. الموضوع المهم على المنتدى في المنتدى هو للمناقشة مطروح للمناقشة هو القرار لجنة الأمن والسلم الدوليين، اللي هو يتكلم عن الجرائم الإلكترونية وأثرها على الأمن العالمي. وطبعا إحنا كمنتدى نساء برلمانيات ننظر إلى هذا القرار من الناحية التي تخص المرأة، كون المرأة هي دائما الحلقة الأضعف والتي تتأثر بالتكنولوجيا وهذه الجرائم الإلكترونية. فبالتالي في هذه الجلسة تتم مناقشة هذا القرار لإدخال أي تعديلات. كما تضمن المنتدى حلقة نقاش بشأن القيادة البرلمانية في التصدي لانعدام الأمن والأزمات ووضع المساواة بين النساء والرجال في صميم الأمن المائي والقدرة على التكيف مع المناخ واستدامة السلام. اليوم يشهد انطلاق المنتدى النساء البرلمانيات، ونحن كلنا فخورين بترأس سعادة الأستاذة هالة رمزي عضو مجلس الشورى للمنتدى. أعمال المنتدى اليوم يركز بشكل عام على القوانين والتشريعات الخاصة بالتوازن بين الجنسين وكيفية تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في جميع مختلف المجالات. يأتي منتدى النساء البرلمانيات ليؤكد على تعزيز مكانة المرأة في مختلف الميادين ودول العالم.